باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. احنا في يوحنا 5 صح الخامس، وإنجيل السامرية كان يوحنا 4 الإصحاح الرابع. في إنجيل السامرية المسيح كان عايز إن هو يروح الجليل من اليهودية، وكان لابد أن يجتاز السامرة. في إنجيل المخلع المسيح صعد إلى أورشليم. في إنجيل السامرية انتهى الإنجيل والمسيح يخلص مدينة السامرة بكاملها، مجرد أنه تقابل مع المرأة السامرية على البير واتكلم معها. النتيجة أن كل السامرة آمنت بالمسيح، خصوصا بعد ما السامريين مسكوا في المسيح وقالوا لازم تقعد معنا يومين. يقول كده في آخر الإنجيل: فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه، وقالوا للمرأة: أننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأن نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. المسيح ما عملش معجزة مع المرأة السامرية، ده يدوبك اتقابل معاها، اتكلم معاها عن الماء الحي اللي يشرب منه لا يعطش أبدا، وهي كرزت للسامرة كلها بهذا الماء الحي. عايز أقول مع إن المسيح ما عملش معجزة والسامرة كلها آمنت باسم المسيح بدون معجزة مرئية منظورة، لكن حسب اللاهوت المسيحي إن أعظم معجزة هو إن الإنسان الخاطي يتجدد ويصبح إنسان جديد في المسيح يسوع. ده اللي عمله المسيح مع المرأة السامرية، إنها كانت امرأة ساقطة حولها إلى امرأة مش قديسة وبس، كارزة، وكانت سبب في خلاص مدينة بأكملها. لكن في إنجيل النهاردة، إنجيل المخلع، المسيح راح أورشليم. أورشليم دي المدينة بتاعته، ده كان في حالة عداوة بين السامرة وبين اليهود، لكن مع هذا المسيح خلص السامرة كلها. راح مدينته أورشليم، وبعدين أيضا لما ذهب إلى أورشليم كان يبحث أيضا عن الخروف الضال. دي مهمة المسيح، ده شغله الشاغل، هو فين الخروف الضال. فلما وصل إلى بركة بتحزدة فشاف هذا الإنسان المفلوج اللي كان بقاله 38 سنة عنده شلل، وكان مرضه بسبب الخطية. لأن المسيح لما قابله تاني بعد ما شفاه قال له إيه: لا تعد تخطئ أيضا لألا يكون، ها أنت قد برئت، فلا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك إيه؟ لك أشر. وبالرغم أن المسيح عمل معجزة منظورة في أورشليم، وهذا المفلوج قام معافى بسلطان الكلمة، قال له قم احمل سريرك وامشي، على طول تم شفائه. لكن للأسف اليهود مش بس لم يؤمنوا بالمسيح، ولكن ابتدوا ينتقدوا المسيح، مش ينتقدوا بس، يضطهدوا وأرادوا قتله أيضا. إيه ده؟ ده احنا في أورشليم، دي أورشليم دي المفروض دي مدينة الملك العظيم، دي يعني ترمز للكنيسة. معقول ناس تكون في الكنيسة بهذا الوصف؟ أقول لكم يا جماعة، أنا بخاف قوي على الناس التي تتمسك بالحرف. إزاي يعمل المسيح معجزة يوم السبت
والسبت ده المفروض ده يوم الرب. هو المسيح عمل ايه؟ ده عمل رحمة. المسيح لما كان وضع قانون السبت وشريعة السبت كان عشان الناس تتفرغ للعبادة والعمل الرحمة، لكن للأسف احنا بالمفهوم الضيق بنحاول ان احنا نمسك في الشكليات، مع ان الله يريد رحمة. ايه؟ لا ذبيحة، رب عايز رحمة. ده انسان بقى له 38 سنة مريض، انتوا يعني مسكتوا ان انا عملت شفيت يوم السبت ما شفتوش المعجزة اللي حصلت. انا عايز اقول يا جماعة، انا خايف ان فيه ناس لسه لغاية دلوقتي يمسكوا في المواضيع الشكلية والحاجات اللي بتحصل، اخبار الكنيسة وده بيقول كذا وده بيقول كذا، وننسى ان المفروض ان احنا لما نخش الكنيسة نتكلم عن الكنيسة. الكنيسة هي مستشفى الخطاه، يعني كل إنسان خاطي يدخل الكنيسة يخرج معافى من مرض الخطية. لكن نيجي الكنيسة عشان نتكلم ده كان لابس ايه ودي لابسة ايه وده عمل ايه وده ودى ايه، ونتكلم في الشك وننسى الأساس. الأساس هو إن المسيح جاي أو جه أو بيجي كل يوم يحضر معانا القداس علشان يحط عينيه على كل إنسان خاطي. خلي بالكم من الكلام اللي جاي ده في منتهى الأهمية. يقول إيه؟ هذا رآه يسوع. يعني إيه يراه؟ هو المسيح بس بيشوف البفلوج ده؟ ده شايفني وشايفك وشايف كل واحد في الكنيسة دلوقتي. وعلم أن له زمانا إيه؟ كثيرا. إيه ده؟ أنت يا رب عارف كل حاجة. يرانا فيتحنن علينا. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا. رآه ليس لكي يدينه، إنسان خاطي يستحق الدينونة، ولكن لكي يخلصه. لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. زي المسيح لما شاف الست الأرملة اللي مات ابنها الوحيد، إيه اللي عمله المسيح؟ فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. يرانا فيتحنن علينا. الحقيقة لا الأرملة طلبت من المسيح أنه يقوم ابنها من الموت، ولا المخلع طلب من المسيح أن هو يشفيه، ولكن هو الرب الحنان. هو عارف قد إيه أنت تعبان أو أنت مريض أو أنت عايش في تجربة صعبة. يرى مواتك، يرى أيضا ضعفك، يرى أنك أنت مش قادر حتى تتحرك، مش قادر، ده مشلول يوصل للبركة إزاي. يعلم كل شيء عنك وعلم أن له زمانا كثيرا. هو عارف قد إيه أنت أسيت، يمكن سنة واثنين وثلاثة. أنا أعرف واحد من ساعة معرفته، من ساعة ما جيت البلد دي، وهو طول حياته بيقاسي، مرض ورا مرض وضيق ورا ضيق وتعب ورا تعب، أكتر من 30 سنة لغاية لما ربنا افتكره وهو بيقاسي. مكنتش عارف اعزيه اقول له ايه، اقول له ايه، اقول له ايه. لكن عايز اقول حاجة، ان لم يفتقدك الرب في هذا العالم الحاضر فتأكد ان هو عايز يديك اكليل مجد اكتر في العالم الاتي. لكن هو عارف كل حاجة عني وعنك، وعارف قد ايه انا بقاسي وقد ايه انا تعبان وقد ايه انا ضعيف وقد ايه انا مريض وقد ايه انا خاطي. عارف كل حاجة. عشان كده يا احبائي
لازم نشوف المسيح بيتعامل معانا ازاي في الموضوع ده. قال له أتريد أن تبرأ؟ طيب يا رب، هو أنت يعني شايف الإنسان ده قاعد في البركة ليه 38 سنة؟ ما هو عايز يعني عايز يخف أكيد يعني. طب بتسأله السؤال ده، هو ده سؤال ساذج؟ تفتكر المسيح ممكن يسأل سؤال كده ملوش معنى؟ طب قصده إيه المسيح؟ يعجبني أول قديس كيرولوس الكبير يقول إيه؟ يحرك فينا الرغبة للشفاء، بيحرك في هذا المفلوج الرغبة، الإرادة، الإرادة. أتريد أن تبرأ؟ أنت عايز تخف بصحيح؟ أنت عايز تخف من الشلل أو المرض الجسدي اللي أنت فيه، ولا عايز كمان تشفى من مرض الخطية؟ لأنه كان إنسان خاطي، محدش عارف كان الخطية دي إيه، لكن كان خاطي، وهل كان الخطية دي ملازمة حتى وهو في هذا المرض؟ أنا معرفش، لكن المسيح كان عارف وقال له إيه، لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك إيه، لك أشر. يبقى إذن هو يريد أن يحرك الرغبة الجادة للشفاء، عايزك أنك تطلب منه، عايزك أنك أنت يكون عندك إرادة لكي تشفى، عايزك أنك أنت تقول له يا رب أنا مريض اشفيني. وأصعب مرض هو مرض الخطية، مرض صعب جدا 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 أحبائي. الخطية تصيب الإنسان بالشلل الروحي. يعني إيه؟ حتى لما يبقى عنده إرادة إن هو يترك الخطية يلقى نفسه مش قادر، عنده شلل، مش عارف إزاي يتصل بربنا أو يتكلم مع ربنا، عنده زي هذا الإنسان. ليس لي إنسان يلقيني، وأنا كمان ما أقدرش أروح للبركة لأني أنا عندي شلل. الخطية تصيب الإنسان بشلل روحي، لا عارف يتكلم مع ربنا ولا عارف يجي الكنيسة، وكل حاجة تقيلة عليه، كل عمل روحي صعب، الإنجيل صعب، الصلاة صعبة، عنده شلل روحي. طب وبعدين؟ الحقيقة المسيح بيقول لك طب أنت عايز تخف، أتريد أن تبرأ؟ طالب منا حاجة واحدة، الإرادة. خلي بالكوا يا جماعة، أصل إحنا في حرب صعبة جدا جدا، لأن الجسد بيشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. أنت بتنحاز للجسد ولا للروح؟ ده المهم. الإرادة، إرادتك فين؟ أنت عايز السماء ولا عايز الأرض؟ عايز العالم والخطية ولا عايز الحياة الأبدية؟ أتريد أن تبرأ؟ هو ده سؤال المسيح لينا النهاردة كلنا. أنت عايز تخف؟ أنت بقالك كم سنة وأنت عايش بعيد عن ربنا؟ بتيجي الكنيسة لكن قلبك في العالم، بتيجي الكنيسة فيك جواك خطية مميتة وانت مش قادر انك انت تتفطم عنها. المسيح النهاردة بيقولك أتريد أن تبرأ؟ اللي انت مش قادر تتخلص منه انا هقول لك دلوقتي، قوم احمل سريرك وامشي. هو ده المسيح، هو ده المسيح اللي هو ايه، يأمر بسلطان فحالا ايه، بريئة الانسان. يأمر بسلطان، مش زي الأنبياء والقديسين اللي يقعدوا يصلوا علشان إنسان يشفى، لا، ده يأمر بسلطان، قم احمل سريرك وامشي. فإيه؟ فقام وحمل سريره ومشي. إيه ده؟ إيه رب ده؟ سلطان يا جماعة. الله، عايز أقول حاجة مهمة جدا قوي قوي قوي. لو إحنا تعرفنا على إمكانيات المسيح عمرنا ما هنيأس من مرض الخطية. اللي أنا مش قادر أعمله هو يقدر يعمله فيا. يقول معلمنا بطرس الرسول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة الأبدية، الحياة والتقوى. تبقى إنسان تقي مش عارف تعملها، هو يعملها بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، قدرته الإلهية، إمكانيات المسيح. قم
احمل سريرك وامشي، يقدر يقولها لك دلوقتي. اه انت عندك الاراده هيعملها النهارده. حقيقه هذا المفلوج ده كان انسان عجيب شويه. اول المسيح ما قال له قم احمل سريرك وامشي، ابتدى يقوم كده، الله ده انا قادر اقوم. طب هو قال لي كمان ايه؟ احمل سريرك. طيب اجرب كده، شال سريره امشي. اللي مشلول بقاله 38 سنه بيمشي، الله ايه. شوف يا جماعه، عايزين ناخد في حاجه مهمه جدا اسمها طاعه الايمان، ان انا اؤمن ان اللي بيكلمني ده يقدر يعمل معايا كده. اؤمن ان صاحب السلطان والقدره الغير محدوده يستطيع ان هو يقيمني من اي موات انا موجود فيه، من اي تجربه انا فيها، من اي مشكله انا فيها. طول ما انا ما عنديش الايمان لا يمكن ان يتحرك المسيح ويعمل المعجزه الا اذا كان في ايمان. مرتبط هذا الايمان بشيء عملي اللي هو الطاعه. قم احمل سريرك وامشي على طول. هل انا عندي ايمان ان اي وصيه في الانجيل هنفذها مهما كان الثمن؟ ما هو مش هيشتغل الا اذا كان عندك طاعه الايمان، يعني تطيع المسيح من كل قلبك يعمل المعجزه، يخلصك من المرض، من التجربه، من التعب، من الضيق اللي انت فيه. عشان كده يا احبائي احنا عايزين نتمثل بهذا المفلوج، ان انا اسمع صوت المسيح اقول له حاضر يا رب هقوم اهو. خلي بالك قم احمد دي فيها قيامه. المسيح قام من الاموات واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. عشان كده اول ما يقول لي قوم، اقوم على طول. مش محتاج ان انا استنى زي الابن الضال. على طول لما ابتدى يفكر ازاي ان هو في هذا الوسط الصعب، الخطية والنجاسة والخنازير ومش لاقي ياكل، قال أقوم الآن وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه في السماء قدامك. أطاع المفلوج وآمن بالكلمة، فحالا تم الشفاء وحمل سريره كما أمره يسوع، ومشى أمام اليهود حاملا سريره كاسرا السبت، إذ آمن الذي شفاه أكثر كرامة. منين؟ من السبت نفسه. ده هو الوضع السبت، بس هم ما يكونوش فاهمين إن هذا السبت من أجل الإنسان. هذا السبت المفروض يكون له عمل رحمة وخدمة وتسبيح وصلاة وعبادة، لكن مش عشان الإنسان يدين أخوه إن هو كاسر السبت. أحبائي نرجع تاني إلى السامرة وإلى أورشليم. إن كنت أنت لسه في السامرة، سامرة يعني في حالة عداوة مع الله، فالمسيح اللي اتقابل مع المرأة السامرية وأعطاها من الماء الحي وشربت هو مسيح اليوم وكل يوم. هو أمس واليوم وإلى الأبد، وكل إنسان عطشان لا زال يرويه. وإن كنت أنت في أورشليم للأسف لكن جواك خطية وبقالك سنين وأنت عندك شلل روحي لا قادر تفتح الإنجيل وتقراه كويس، وإن قريته ما أنتش فاهم معناه والكلام غامض لأنك أنت لسه ما خدتش ومش قادر أنك تهضم الكلام الروحي، لأنك لسه ما تحولتش فعلا بالكامل من إنسان جسدي لإنسان روحي. دي نقلة كبيرة بتخلي الإنسان تنفتح أمامه كل أسرار كلمة الله وأيضا أسرار الملكوت. ربنا يديها نعمة إن إحنا نقوم الآن. قم احمل سريرك وامشي. أنا بعتبر السرير ده حمله هي شهادة للمسيح، لأن الناس اللي شافوه الله أنت اللي كنت خاطي، أنت المشلول، أنت ده اللي عامله ده أصل المسيح شفاني. هو ما كانش عارفه في الأول، أنا مش عارف مين اللي شفاني، بس لما عرفه بقى خلاص.
ابتدى يبقى يكلم يسوع. راح للناس قال لهم اللي أبرأني هو يسوع، أصله قابلني تاني وقال له كده، قال لي كده أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك الشر. ودي آخر كلمة النهاردة للناس اللي تمتعوا بالشفاء الروحي، للناس اللي داقوا اختبار الحياة الجديدة في المسيح يسوع، يقول لك إيه؟ لا تعود تخطئ أيضا. الناس اللي كانوا عايشين في الخطية وتحرروا منها، المسيح حررهم. لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. يا جماعة ياريت إن إحنا نسمع، لأنه ما كناش هنسمع دلوقتي والنهاردة هنسمع إمتى؟ صدقوني الوقت مقصر منذ الآن، والمسيح على الأبواب، وطوبى لمن يسمع ولمن يعمل. لإلهنا كل مجد من الآن.